الطفل جواد صاحب الـ4 سنوات يعاني في صمت. جواد لديه مشكلة في الكليتين، حيث أن واحدة توقفت والأخرى في حالة متقدمة. الطفل جواد ينحدر من مدينة خميس الخشنة، ولاية بومرداس. حلمه الوحيد العيش كبقية أقرانه بصحة جيدة. أنا ولد براني جواد، وليدي هذا اللي راه يعاني من عنده مشكل في الكلى، راه من 2020 في عمره 24 ونص، راني في 2020 وأنا جاي به على مشكل الكلى. في الأول ما عرفناش اللي عنده مشكل في الكلى، كنا كان يدخل في كل مرة يدخل مستشفى الرويبة، قالوا لنا عنده مشكل في ميكروب يطير من الكلى، حاشاكم البول يعاود يولي له. بعد مدة طويلة بالمعاناة يدخل مستشفى 10 أيام، يعاود يخرج يدخل يعاود يخرج. كي درنا له الراديوات والزمابيط ودرنا له كل الامور اللازمه، اكتشفنا باللي عنده كلوه كانت ضعيفه شويه، كانت تتمشى ذاك الوقت في 2021 كانت تتمشى في 21%، والكلوه الثانيه كانت تتمشى 75%. وبعد ذلك رحنا من الابواب باش يديروا العمليه، ولا رحنا للمستقبل جميع المستشفيات اللي في القرب وصلنا للمستشفيات بعيده، قالوا لنا صبروا 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 صبروا، مؤخرا قالوا لنا عاودوا له الملف. كي عاودوا له الملف لقينا بلي الكلوه هذه اللي كانت 23% حبست، راهي حبست ديريكت امو، والكلوه الثانيه راهي هابطه في تدهور رهيب، راهي بالك في خمس ايام تقدر توقف له في اي وقت، توقف حتى يعيش يدي عشيه طفل صغير 4 سنين ونص يعيش يدي في الدياليز. اما انا مؤخرا في 2022 مؤخرا في الشهر اللي فات جاو الاتراك تاع مستشفى ميديكال بارك، جاو القسنطينه زوين غير سليمان، شفناه في الفيسبوك قال لك راح يديروا كونسيطاسيون وكذا ويشوفوا الحالات المستعصيه. رحنا عليهم في القطار انا وزوجه والابن، رحنا في رحله على رحله شاقه. كي وصلنا ثم شافوا الحاله تاعو ونخلعوا الاطراف، قال لك الطفل هذا كيفاش بعد حتى الوقت هذا ما دارولوش عمليه، دار مورا كيما نقولوا المهم كي شافوا الملف تاعو وداروا المعاينه وشافوا وداروا كونسيطاسيون، كي راحوا بعثوا لنا فاكتير بروفورما، بعثوا لنا مترك خاوتي 400 مليون بعثوا لنا مترك، قال لك باش نقول لهم المبلغ باش يديروا له عمليه ان شاء الله في ميديكال بارك. وخوتي انا واش نقول لكم، انا سيد بروني انا عملي معروف، انا في 15 سنه وفي حي باب النور، انا اصحاب الدخل الضعيف، وانا هذا المبلغ هذا ما عنديش المبلغ هذا باش ندير عمليه، راني نطلب انا عرفكم نطلب المعاونه من خوتي جزائريين ان شاء الله يعاونوني باش ندير طفل هذا البارح يدير عمليه ان شاء الله في الطرق في هذه الايام القليله، بس الحاله تاعو راهي هابطه في كما نقولوا نزول حر، لازم في هذه الايام القادمه هذه ان شاء الله كما نقولوا الا تقدروا ان شاء الله خاوتي تفوا معايا وتعاونوني وتلموني المبلغ هذا ان شاء الله باش ندير ليدي ان شاء الله هذا ندير الدور تركيا ان شاء الله في المستشفى هذا ميديكال بارك يدير عمليه ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. وش نقول لك ان شاء الله يا ربي لا يضيع اجر المحسنين، وانا كما نقولوا حنا كما قال هذاك نعيم في اليد في اليد وان شاء الله نقدروا لها ان شاء الله. وانا هنا في الحي تاعي راهم كما السكان جميع السكان متعاطفين معايا وقالوا لي نعاونوك ونكون معاك وإن شاء الله يا أخويا اللي فيها الخير كمان وجيبها ربي. والسلام عليكم وشكرا. الطفل جواد يناشد أهل البر والإحسان من أجل علاجه في الخارج بعدما عجز الأطباء في الجزائر عن علاجه بسبب حالته المستعصية.